والدي ليس مدير بنك حتى يستطيع دفع مبالغ طائلة كأقساط تعليمية. هذا لسان حال طلبة جامعة بيرزيت، فما يقارب 10,000 طالب ممثلين بمجلسهم يعتصمون بعد حوار دام شهرين مع الجامعة للتراجع عن رفع الأقساط، مطالبين الجامعة بالبحث عن سبل أخرى لسد عجزها المالي بعيداً عن إثقال كاهل العائلات الفلسطينية وتحميلها عبئاً إضافياً في ظل الأوضاع الحياتية الصعبة. مطالبنا هي تتمثل بالدفاع عن حقوقنا وحقوق الطلاب، تتمثل بشكل رئيسي بعدم رفع الأقساط، وهذا حق من حقوقنا يكفله القانون النقابي. التعبير عن ذلك جاء بطريقة سلمية وبطريقة متحضرة جدا عن طريق الحوار الذي مورس لمدة شهرين على الأقل مع إدارة الجامعة. لم يكن هناك نتائج، مما اضطررنا إلى هذا العمل بإغلاق أبواب الجامعة. أبواب جامعة بيرزيت مغلقة بالسلاسل حتى إشعار آخر. خيام الاعتصام تجدها في حرم الجامعة، ولافتات تحمل عبارات تعبر عن رفض الطلبة واستيائهم من قرار إدارة الجامعة برفع الرسوم المفروضة عليهم، مؤكدين مواصلتهم الاعتصام في الجامعة حتى تحقيق مطالبهم. لحد الآن ما فيش أي تجاوب أو حتى تساؤل عن الموضوع، الوضع الحالي للحركة الطلابية، شو وضع الطلاب. يعني مبارح شابين صارت معهم معكة صحية، جبنا لهم الإسعاف وفيش أي تجاوب أو حتى سؤال عن الموضوع. يعني توجهت لنا نقابة العاملين، جلست معنا عدة جلسات، بينما إدارة الجامعة ما ناقشتش لحد الآن بالموضوع. إضراب طلابي يعصف بجامعة بيرزيت يعطل العملية التعليمية دون أي استجابة من إدارة الجامعة حتى اللحظة، ويبقى السؤال إلى متى سيستمر الإضراب، وهل ستتبنى جامعة بيرزيت مطالب الطلبة بالتراجع عن قرار رفع الأقساط الذي لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني؟ من جامعة بيرزيت لتلفزيون القدس رباعي ياش.